إذا كنت تسعى للثروة وتريد الحصول على مبالغ طائلة بسهولة، يمكنك أن تكتشف كنزاً، أو أن تقوم بسهولة بالبحث عن هذه الحيوانات والحصول عليها لأنها نادرة جداً ويدفع الناس مبالغ كبيرة لمجرد الحصول عليها. سحلية النيل البيضاء. تعيش هذه السحالي في إفريقيا، ويصل طولها إلى 1.8 متر، ولديها أسنان ومخالب حادة، وهو ما يجعل تربيتها في المنازل مستحيلاً. تتغذى هذه السحالي على الطيور والقوارض الصغيرة والضفادع وعلى بيوض التماسيح، في حين يظن البعض أن لون هذه السحالي أمهق، إلا أنها مصابة بمرض نادر يسمى البرص، ويسبب نقص الاصطباغ الجزئي، مما يؤدي إلى ظهور بشرة السحالي بلون باهت. تباع السحلية الواحدة بما يفوق 10,000 دولار، وهناك شائعات تقول أن إحدى هذه السحالي قد بيعت بمليون دولار. المكاك الياباني. تسمى أيضا باسم قرد الثلوج، وتعيش هذه القرود في الغابات والجبال في مرتفعات اليابان. بسبب فرائها الكثيف، يمكن لهذه القرود أن تتحمل العيش في درجة حرارة 20 تحت الصفر، وهي النوع الوحيد من القرود الذي يعيش في المناطق الباردة. بسبب إمكانية تعرضها للتجمد والموت، صنفت هذه القرود على أنها قابلة للانقراض، ويكلف شراء الواحد منها 3,000 دولار. أسماك عظيمة اللسان. تعتبر هذه الأسماك من أضخم الأسماك التي تعيش في المياه، حيث يصل طول بعضها إلى 8 أقدام، ومن المدهش معرفة أن هذه الأسماك كانت تعيش منذ أيام الديناصورات. يؤمن الصينيين أن هذه الأسماك تجلب الثروة والحظ السعيد، لأن حراشفها تشبه النقود المعدنية، وهو ما يجعل سعر هذه الأسماك وبخاصة الأسماك الحمراء منها المعروفة باسم سمك التنين إلى 4,000 من الدولارات. طائر الطوقان الكبريتي. تعيش هذه الطيور في مناطق مختلفة من العالم، فهي تعيش في أمريكا الجنوبية والوسطى، وكذلك في المكسيك وجزر الكاريبي. تتميز هذه الطيور بتنوع ألوان مناقرها التي تختلط فيما بين الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي. لكي تتواصل هذه الطيور، تقوم بإصدار صوت يشبه صوت الضفادع، ويمكن سماعه من مسافة 0.5 ميل على الأقل. كما تتميز هذه الطيور بكونها اجتماعية، وتعيش في مجموعات من 5 إلى 6 طيور مع بعضها، كما يمكن بيع الواحد منها مقابل 5,000 إلى 10,000 دولار. قرد جينوندي برازا. تعيش هذه الفصيلة من القرود في المستنقعات الموجودة في الدول الواقعة في منتصف قارة إفريقيا، ويعود تسميتها إلى المستكشف الفرنسي بيير دي برازا، الذي يعود له الفضل على اكتشافهم. وحتى صغار هذه القرود تبدو كبيرة في السن، وربما يعود السبب في ذلك إلى لحيتها البيضاء وعيونهم الحزينة وحواجبها الخفيفة. هذه القرود بارعة في التخفي، ولكن إذا وجدت واحدا منها قد يبلغ سعره من 7 إلى 10,000 دولار. المكاو الياقوتي. تعد هذه الفصيلة من الببغاوات هي الأكبر من نوعها، وتعيش في أمريكا الجنوبية. تتميز هذه الطيور بقوة مناقرها الذي يمكنه كسر جوز الهند بسهولة. وإذا كنت ممن يرغبون في تربية الحيوانات المنزلية، يمكنك دفع 14,000 دولار مقابل الحصول على طائر المكاو. كوكات النخيل. يعد هذا الببغاء أحد أكبر الببغاوات التي تعيش في أستراليا، حيث يمكنها أن تنمو حتى تصل إلى 61 سنتيمتر في الطول، وأن يبلغ وزنها حوالي 1 كيلوغرام. تتميز هذه الببغاوات بوجود بقعة حمراء بالقرب من مناقرها يتغير لونها عندما يشعر الطائر بالإثارة، ويبلغ سعره 16,000 دولار. ثعبان الكرة الأمهق. تتميز هذه الثعابين بلونها الزاهي، حيث تنتشر بقع صفراء فاقعة على جسدها الذي يميل لونه إلى لون الألفندر الزاهي، وكذلك عيونها الحمراء البراقة. معظم هذه الثعابين تنتشر في إفريقيا، ويتناول الثعبان وجبة واحدة من القوارض كل أسبوعين تقريباً، كما يبلغ سعر الواحد منهم نظراً لندرته حوالي 40,000 دولار. خنافس الأيل. ندرة هذه الحشرة جعلت بعض اليابانيين المتخصصين في تربيتها يبيعونها مقابل 89,000 دولار.
يرجع السبب في ندرة هذه الحشرات إلى الخطر الذي يهدد تواجدها في مواطنها الأصلية، ويتميز ذكر هذه الحشرة بالفك الكبير والقرون الحمراء الضخمة التي تقود مقدمة رأسه. الأسد الأبيض. يمكن العثور على هذه الأسود في جنوب إفريقيا فقط، وتعيش هذه الأسود هناك في محمية طبيعية حيث لم يتبقى منها سوى 300 أسد فقط. يبلغ سعر الأسد الواحد 138,000 دولار، ونظراً لمنظرها الغريب تجتذب هذه الأسود الكثير من السياح والعلماء. ومن الجيد أن نعرف أن المزيد من الأسود يتم ولادته في محمية كروغر للمساهمة في الحفاظ على بقاء هذا النوع. الأحصنة العربية. تعتبر الأحصنة العربية أحد أغلى الحيوانات سعراً على كوكب الأرض، كما أن تربيتها هي الأعلى تكلفة. في الثمانينيات بدأ العالم يلاحظ أهمية هذه الأحصنة، وشاعت تجارتها بسبب تعاملها مع البشر بطريقة لطيفة، وكذلك شخصيتها وسرعتها المذهلة، وكذلك مظهرها الجميل. تستخدم هذه الأحصنة في السباقات، وقد يصل سعر الواحد منها إلى 1,000,000 دولار.